برنامجنا سر مجهول مع هاجر اشرف ورحاب اسامه. برنامجنا بيقدم كل حلقه مشكله، المشكله دي ممكن تكون مشكلتك، مشكلتي، مشكله اي حد فينا. بنقدم المشكله من غير ما نقول اسم صاحبها، يعني من الاخر سرك مجهول. ومش بس كده، والنهارده كمان معانا نجم من نجوم الاندر جراوند اللي ناس كتير مننا بيتابعوه. ناس كتير مننا سمعت مسارح وسيمه، سيره الاراجوز، الياتشو، طبليه رمضان، وكان من الاعمال السنجل كان تفكيرنا مش واقفه عليك وشوش كدابين. النهارده معانا ضيفنا الجميل مصطفى نديم. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. بصي يا مصطفى، احنا جات لنا قصص كتير فاخترنا منهم قصه، لان القصه دي تعتبر قصه كفاح. القصه دي بتقول ايه؟ بتقول بصي انا اتبسطت اول حاجه في فكره انكم قدمتوا المشكله من غير ما تعرفوا صاحبها، وده شجعني ان احكي قصتي عشان اعرف الحل من وجهه نظر الناس ومن وجهه نظركم. انا قصتي اني ارتبطت بشخص 4 سنين، وبعدها اتخطبنا 3 سنين، واتجوزنا وقعدنا سنه مع بعضنا اتجوزنا، ومن تاني اسبوع بدات اكتشف حاجات ما كانش بيقول عليها، زي انه مدي فلوس، زي انه مدي مفتاح بيتنا لاهله، واهلي كل ما يجيبوا لي زيارات كان يوديها لاهله، وكان يقول لي احنا اكلنا ناكله عند اهله، رغم ان في مسافه بيني وبين اهله، يعني مش جنبنا. وعديت مره واثنين وثلاثه واربعه، وانه رافض تماما ان اعمل اكل في بيتنا لوحدينا، ويوم ما كنت بعمل اكل كنت بلاقيه يعزم اهله عندنا، وحاول اهلي يصلحوا العلاقه ما بيننا، وكل مره يبعتوا لي فلوس كان ياخدها مني، وخد كل ذهبي على اساس انه مديون. وبعدها اكتشفت اني مدي الذهب كله لاهله، ومفهمني اني سدد ديونه بيها، ومع ذلك حاولت ان اقنعه اننا نعيش على قدينا، ومش فارقه معايا الماديات، بس نكون في حالنا. رفض واتطلقنا بعد سنه، واهله جوزوه واحده تانية، والواحده التانية دي كانت ما كانتش بتسكت ليهم، وكانت بتاخد حقها اول باول. هو رجع يكلمني ويقول لي اني ظلمتك، وانه هيطلق مراته، ومش عارفه وانا مش عارفه اعمل ايه، هل ارجع عشان الطفل اللي في بطني ولا ما ارجعش والطفل يعالج ايه ليه؟ قول لنا بقى يا مصطفى، من وجهه نظرك كراجل، المشكله هنا في ان طرف فيهم ما كانش واضح من الاول، ولا المشكله في الاهل، ولا المشكله في ان هو كان شخصيته ضعيفه قدام اهله؟ طيب المشكله فيه وفي اهله، مش فيها خالص. يعني ايه عادي؟ طيب خلينا ناخد الموضوع واحده واحده كده. هي عرفت 4 سنين، خطبت 3 سنين. طب هل هي ما عرفتش؟ ماشي، انا اقدر اقول في ناس بتعرف تخبي شخصيتها كويس، والاهل ساعات ما بيتدخلوش خالص، وفجاه تلاقي بعد الجواز كل حاجه اتشقلبت وكل حاجه بتدور بشكل مختلف. المشكله فيه وفي اهله؟ فيه وفي اهله طبعا. اولا بان اهله واضح ان في اعاقه في التربيه كامله من الاول، عشان بس المساله ما بتبقاش على قبر. تمام. مش فجاه كده الواحد بيكتشف انه يا بني ادم كويس يا بني ادم وحش. تمام. يا اما الظروف بتغير، يعني في ظروف بتغير يعني، بس لا واضح ان المساله كانت من زمان. في سيطره من الاهل، في تسلط جامد جدا من الاهل، في ضعف شخصيه من الراجل، في عدم خصوصيه في الحياه الزوجيه. اساسا الحياه الزوجيه كلها مبنيه على الخصوصيه، ان يعني بره باب البيت، مش بره باب البيت، يمكن بره باب الاوضه، باب الثلاجه ما يعرفش عنه حاجه، يعني فاهماني؟ طبعا ده بسبب بنقوله كده، اللي هو يعني عامه ان احنا جوه دايره مغلقه ومحكمه احكام تاني. تمام. حتى لو متجوز كده واحده، يعني خلينا نقول ان احنا متجوز 2 او 3، لا برضه لا دي تعرف عن دي حاجه، ولا الاهل يعرفوا عن دي حاجه، ولا دي حاجه ترجع له، لا ما ترجعلوش. نسبه للطفل اللي في بطنها هيتربى عادي جدا. يعني انت شايف ان هي ما ترجعلوش؟ لا طبعا. ده حل قاسي اكتر من الحل الاولاني اصلا، لان هو عمره ما هيتغير، ولا اهله عمره ما هيتغير، الا لو هو عمل اعاده هيكله كامله لنفسه. ودي صعب انها تتعمل، يعني كان المدمنين نفعوا نفسهم طبعا. يعني طبعا في مش هيتغير. خلاص، والاهل هيفضلوا هيخصم اهله بقى، وده برضه هو مش هيقدر عليه، فخلاص الموضوع لا صعب، وصعب ترجع، والطفل هيتربى يعني بيه وبيه من غيره هيتربى. طب هتعمل ايه لو كان هو فضل موجود مع زوجته والدنيا تمام وزوجته متقبله كل الكلام ده؟ كان برضه هيتربى وهيتخلف. خلاص اعتبره مش موجود. طب قول لي بقى، ايه المواصفات اللي انت محتاجها تكون في شريكه حياتك؟ مش مواصفات والله، بس هي يعني احنا بنمشي على الله حكايتنا كده، اللي ربنا بيسهل فيه بناخده. بس يعني انا بالنسبه لي يعني في حاجات كتير جدا ما تنفعش تكون موجوده، في حاجات تنفع تكون موجوده. اولا انا بحب الهدوء، يعني انا ما بحبش حد مزعج بالنسبه لي، ما بحبش الست الزنانه غصب عني، شغلي واتصالات كتير وحاجات كتير، لا ما انا مش قادر ارد كل شويه.
وحتى لما بغني وباخد بريك يعني انا لو انا في شغل باخد بريك عشان الفصل ما بين الغناء والغناء بابا عايز اشرب حاجه سخنه وعايز اقعد في هدوء حتى الجست ما بحبش اقابلهم غير بعد الغناء عشان الفصل ممكن تكون في مشكله بيني وبينها تفصلني يعني فالزن العناد ده قاسي جدا جدا العناد في اي حاجه لان العند ما بيتفقوش عليه على حل المشكله او ما بيتفقوا ان هم يعندوا يعني احنا عايزين عندك مش مشكله المشكله تتحل مش تحل العند بس فحل المشكله وعلى فكره مش شرط يكون حد فيهم شخصيه قويه شخصيه ضعيفه يعني حتى لو الست قياديه وكويسه وكل حاجه لازم تحترم ان ده زوج تمام ليه اراءه وليه حياته وليه تنبيته يعني في البيت لا انا الغي شخصيتي القياديه مش الغي شخصيتي تماما اختلاف ما بين العمل شخصيتي اللي هي بتناقش بقى تمام ولو هو صمم وخلاص الدنيا قفلت وانا شايفه ان يعني مش الدنيا مش هتتهد فوق دماغنا يعني لو مش بيصمم يبيع بيتنا اللي احنا قاعدين فيه طب لو هتقدم اغنيه للسؤال اللي هي هوبر سالته لك هتقول ايه؟ بصي هو مش عارف بس هو في اغنيه انا بتبسطني هو الراجل لطيف جدا هو ما شاء الله يعني تقريبا معهوش حاجه داخل على الله حكايته في الجنازة وفي الحب ده وبرضه بيشترط هي طبعا ازاي فبتقول طبعا يعني فنان على الجلباوي بس عشان تسمع له اهداء دي خاصة حبيبتي شرطة مايلة فراغ واكتب لي حروف اسمك ما قلت في قلبي ساكنة القلب وعارفة بقصتي وحالي ومين غيرك انت في قلبك اكتب له مرسالي مانيش عارف جوابي ده جواب الكام ما عدتش بحسب الصفحات ما عدتش بحسب الاقلام ما عدتش بحسب اللي ضاع من الاوهام كفاني بحبك بس وقلبك قلبك قلبك لو لقلبه حس او شاف حاله في بعادك لصلى الرب واستغفر لذنبه وصال ويا ما في نفسي تيجي القلب وتحني ولازم لازم تعرفي اني لا انا عفريت ولا جني بحبك بحبك بس ايد اقصر كتير مني فمش هقدر اجيب لك من الذهب كفه واجيب لك من الياقوت كفه ومش هقدر اجيب الوالي في الزفه ومش هقدر اجيب لك بيت يموت القطر لو لف في حماه لفه كفاني بحبك موت وحب الناس ده ده موعار وحبي عكسه معفه فده بيحبها راح نتنك عليها بقى ولو ترضي يعني بعد الفقر اللي هنقول لو ترضي فعندي شروط انا طبعا بحبك موت بس ليا شروط انا عايزك تكوني في الوريد دم وتبقي في عقلنا هم وتبقي ورد جوه القلب غير يشوف ويتحسر ولا يشمه وعايزك تفهميني لو طل الكلام رمش وعايز رمشك الجارح صراط تجرح فؤاد غيري ما يرحمش وانا اجيلك انا اجيلك عدي فوق صراط رمشك ولا خفشي وحتى لو قعد في يوم من الخضة اقع فعليك واتوضى صلي ركعتين لله وابوس دين العنين وامشي لنا طماع ولا في طبع الانانيه لنا طماع ولا في طبع الانانيه جناين قلبي راح تفضل ولو طال البعد فتحه بحبك قلتها بالكسره نفسي اسمعها بالفتحه منتظر اللي يمكن جاي ويمكن برضه جاي في وقت تاني وفي حياه كل حاجه واقع فيها وما هياش امان لو سمحت
اوعى تفتكر ان انا مهما انجرحت انجرحت، الجروح اللي واقفه فوقها وهي تحت، ولو معاك مفتاح لقلبي وجيت فتحت هتلاقيني كلي مقريه في عيني، شكلي واضح، طبعي واضح، صوتي من زعيقي رايح، ضحكتي وحزني فضايح، قلبي في كل اللي حوالين منه طايح. مش قديمه لكن قديمه، مؤمنه ان الكلمه حاجه ليها قيمه، يعني بالتالي تلاقيني ليل نهار بدي نصايح، عامله زي الشوربه صعبه بس بتسهل كتير، احلى حاجه فيا هي نفسها عيب الكبير، لو عاوزني خدنا انا ونفسي على بعض، شربه واحده انا اصلا نازله عليا عرض، انا وجاي معايا جنونه وضمير، اشتريني لو بتفهم في التحف والانتيكات، حاجه سنه من ايام ما كانوا البنات لسه بنات، حاجه مش مستعمله، حته مش متبهدله، هختصر لك وصفي وافهم، ست بيت على عيله، الطبيخ بيحب يبقى من ايديا، والضفاير برضه بعملها بايديا، يجي وقت عليا انتخ، وقت تاني تشوفني وكاني كتيبه رايحه جايه، اوعى تفتكر ان انا ملبوسه كفله الشر، لا انا عاديه، لما تكلمني في احوال البلد دي هتلقى صوتي قد صوتك، وناديتني بكلمه حلوه فجاه هتحول لشاديه، لقدامك دي مجنونه ودوشه وبرضه بنت حلال وعقله، فيا مليون الف ست هتلاقيهم، لما تختارني وتشتريني شربيهم، هتلاقيهم ويا بنت جوه مني، هتلاقي البنت دي بتتدارى فيهم، بنت طلباتها بسيطه، جايزه اما تقابلها تشك اصلا انها مش على الخريطه، او ما هياش واعيه وعبيطه، عمرها ما حلمت تقابلك طول بعرض قصادها طول، ولا قلبها البريء عاملك معامله اللي داخل مكتب التنسيق واشترط تكون مهندس او دكتور، مش بتبهرها الفلوس، هي كل اللي بتشغلها النفوس، عايزه واحد نفسيته سليمه، مش واكلها السوس، مش منافس من اللي حواليه، مش جاسوس، حد اجدع مني، حد ارجل مني، حد يفهمني لما اغني، حد يبقى لازمه عقلي قلبي كلي، حد اصدق لو يقولي، حد يمشي معايا مشواري اللي جاي، حد ما لقاهوش فجاه جاي بيقول لي باي، حد ياخد مني عمري واخد منه عمري، حد لو هختار في عمري الف مره يبقى هو برضه نفسي واعيش بعفه، الخلاصه لو بيفهم في المعادن والاصول هبقى مش محتاجه اشرح نفسي ولا اقول، حته انك تشحت الفهم دي بتوجع، تلقى نفسك ماشي تشرح، ليه مع دوت بتضحك وليه مع دوت مكشر وليه بياخدك السكوت اوقات وتسرح، اللي بيزعلني في الموضوع ان حد اوضح، والوضوح ده جايز اللي يبقى ملزمني ان اوضح، لما تبقى بسيط لدرجه خلاص ما هياش متصدقه يبقى لا بقى السؤال، يبقى ساعتها من القلوب اللي الزمن من الغباء اصبح نعيتها، انت ايه حقيقيه ولا ايه حكايتك، ارد اقول لا انا بلاستيك، رد ساخر بس هو جاب من الاخر، اللي مش قادر يميز او يفرق الفروق قلبي مش ملزم يحبه قوي يقول لي فهمني فوق، مره واحده حته قوي مني قالت لي اللي انت تبقي ضلعه يبقى هو شكله ايه، ابتسمت وقلت ما لو بالمقاس واحد استحاله مهما نعمل هنلاقيه، ولو بالاحساس قلبي حاسس اني ما خلصوش ولسه برضه فيه. وبعد ما استمتعنا بادائكم واظن المشاهدين استمتعوا كمان بادائكم، قول لي بقى يا مصطفى ايه الحاجه اللي ما ينفعش استغنى عنها في الشخصيه اللي ارتبطت بيها؟ الحب. طب ايه الحاجة اللي لو كانت موجودة فيها ما كنتش هتقبلها ابدا؟ الكبر والعند اكتر الحاجات اللي ممكن تقف قدام اي راجل ذو شخصية، برضه دي مشكلة، يعني لو واحد تاني ما عندوش شخصية لحاجة. صريح بنسبة كام من 10؟ تدي نفسك صراحة كام؟ لا 100 على 10، مفيش مشاكل في اي حاجه. قولي يعني نسال. اه ماشي. هل تجرؤ على مصاحبتنا بالسبب الحقيقي اللي يخليك تتجوز اكثر من مره؟ ممكن يبقى بسبب، ممكن يبقى بسبب عادي، يعني ممكن يبقى بسبب. انت اكيد ما صحيتش من النوم لقيت نفسك عايز تتجوز تاني يوم؟ لا اصل هو الجواز يعني هو انا اصحى عشان عايز اتجوز؟ لا. اكيد ممكن اكون حبيت تاني، ممكن ما اكونش يكون في عيب في الزوج، يعني في حاجات بتخضع للقوانين القرانيه، وان يبقى في 1 2 3 4، بس زي ما ربنا عمل قوانين قرانيه زي برضو ما قال ان يعني فرضا انت عايز تحافظ على بيتك وبتحب مراتك برضو، بس قلبك انجذب بحد تاني، عقلك انشغل بحد تاني، ما تهدش الكيان وتقدر تبني كيانين اذا قدرت، بس ما تبقاش هبل وراح على الله حكايتك كده وضربت الدنيا ببعض، يعني قدرت ومش عايز تقع في الحرام او عايز تدخل علاقه تانية مختلفه، طب ما تتجوز، فممكن يبقى من غير سبب للزوجه،
لكن هو نفسه اكيد عنده سهم. فراغت عين يعني ولا ايه؟ فراغت عين يعني ولا لا مش فراغت عين، لو فراغت عين ما تحاسبنيش، حاسب ربنا وده ما بيتحاسبش. ايوه بس الكلام ده لو هو اجمع ما بين واحدة واثنين وثلاثة، انا بتكلم اه تمام بس انا دلوقتي بتكلم ان واحد بيتجوز مثلا وبيطلق، فاكيد في اسباب بتخليه انا مش شايف الجواز الطلاق حاجة ليه اسبابه. تمام يعني حتى الخلع ليه اسبابه، ما الخلع نوع من انواع الطلاق بس بشكل مختلف، وربنا حل الخلع. طب ايه فراغت عين منك؟ لا مش فراغت عين مني، انا مش عايزاك. طب ما انت كنت بتحبيني، ما بقتش احبك، ما بقتش مرتاحة، عايزة امشي. من حقها؟ اه من حقها. وعلى فكرة قانون الخلع اللي طلع هو ما مش اجتهاد مننا يعني ولا حلاوة مننا، لا خالص ده قانون قرآن موجود. لما سيدة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له انا مش قادر اكمل، فلا طب خدت منه ايه؟ خدت منه هدية. ايه هدية دي؟ كانت الحديقة، رد له هديته. لما ده خلع ولا قولي له سلام عليكم بالدين برضه. ماشي مصطفى. طيب هل تجرؤ على مصالحتنا باعترافك لشخص؟ هل يعني الشخص ده انت كنت بتحبه، او الشخص ده عايز تتاسف له، او الشخص ده عايز تعترف له بحاجه، مين هو الشخص اللي هتعترف له وايه الاغنيه اللي ممكن تغنيها؟ طب بص انا في العموم مش كتير يعني ايه بغلط في حد، يعني ممكن اغلط في حق نفسي طول الوقت بس مش كتير، انا الحمد لله زي ما بيقولوا حد غير مؤذي يعني تماما يعني، لكن ممكن اذي وانا مش واخد بالي. يعني مثلا موقف يحصل وانا مش غير مقصود وانا اساسا غير موجود يعني بشكل او باخر، ف تصرف الموقف بيرجع لنا، فبضطر ان انا ارد بصراحه او ان انا اعمل موقف غبي ما بقاش قصده يعني. صحيح. مين يا مصطفى؟ طيب لازم نقول الاسم يعني؟ لو ايه هل تجرؤ؟ طيب انتوا الاول عارفين انا هنا ليه صح؟ يعني انا هنا بسبب ايه طيب؟ يعني ايه السبب اللي عرفتوا عليها؟ البند ولا علاقه شخصيه؟ الاثنين. الاثنين صح كده؟ طيب البند خلاص كنت فانز بند وعندنا النور والاغاني بتاعتها وبتاع. علاقه شخصيه ابتديت انا تقريبا معاك يا حضرتك الاول بالظبط 6 سنين تقريبا عمر يعني ما شاء الله يعني. وبعد كده طبعا الحب حبيبتي يعني. ف الكلام بقوله الحب عشان فهاجر من الناس اللي ما شفتش في جدعان يعني صعبيه اصليه 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 يعني بالخدمه زي ما بيقولوا يعني، ما شفتش في جدعانتها، ما شفتش في مواقفها، ما شفتش في يعني شق طريقها بايديها برغم الظروف اللي كانت عندي طبعا انا وانت على قديم ويعني بسلطاتها بقى بابا غنوجه زي ما بيقولوا يعني. المهم في موقف ما حاجه زعلت صح حاجه زعلت لان صح وقيت لي بقول لك ايه بقى انا مش بكلمك تاني وعملت لي بلوك وانا بقى هرسي حد يعمل لي دي كارثه يعني بقى يعني انا عمري ما قلتها لحد بس انا برضه يعني شويه بقول اللي يعمل لي بلوك ما يبقاش موجود في حياتي اصلا يعني قصص البلوكات دي بشوفها عن مواقف طفوليه يعني بس الله يكرمك بما اني بعتبرها طفلتي وانا بحبها جدا طبعا على راسي فانا كنت دايما مثلا ايه اجر اعدي عليها حاجه تجيب لي حاجه في موقف ما يعني انا النهارده بشكرك عليه جدا 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 هي في وسط خصمنا قالت ان انا عامل حادثه وكلمتني وازاي وبتاع والعربيه مالها حاجات كده وقالت عامل حادثه جامده جدا وبرده ما استغنتش عن جدعتي فانا كنت في الموقف في قلب الخصام فكنت دايما عدى على نفس الطريق اللي انا كنت بجيلها من وقتها وكمان كان طريق ناس قرايبي وطريق شغلي وحاجات كده فبيقول ايه بقى يا ستي فكنت كنت دايما عند جنب البيت عندها فاقول وهي حبيبتي بقى فاقول ده انا خصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى قلبي وارتاح من الكلام وليه بعدين كلامنا مفتقدك بشدة ومن يومها قلبي وحياتي مش تمام لكن يعني عمر دي حبيبتي ما اقدرش استغنى عنك قوي شرفتني يا مصطفى ان شاء الله مش هتبقى اخر مره معانا واحنا مبسوطين جدا معاك ما اعتقدش انها جدا يعني هنجيب لا هنجيب ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير سبسكرايب للقناه عشان تقدروا تشوفونا تاني اشوفكم في حلقه جديده مع ضيف جديد ان شاء الله سلام عليكم.